شاردي غزال، موضوع شيخ شو غزلان. يجب أن يعلم الناس وتعلم الحكومة اليوم مع احترامي، إذا كانت راغبة في السير على وجه صحيح بدها تشتغل صح ما تراعي ظروف. أنا بعتقد أنه ما بقدرش الرزاز يشتغل اليوم، لا الرزاز ولا جد الرزاز كمان. لماذا سعادتك؟ يعني الرجل اليوم عفوا المحيطين في الرزاز، القيادات في الأردن كثير من القيادات، لكن جلالة الملك أعطى الضوء الأخضر بمكافحة الفاسدين، وجلالة الملك أعطى من قبله ومن قبله. لا، هذه المرة بطريقة مختلفة تماما. نسأل الله أنه نوفق. احنا ايش بضيرنا اليوم أنه ينجح الرزاز؟ ايش بضيرنا اليوم أنه ينجح الرزاز؟ احنا ما عندنا مشكلة، الناس ما عندها مشكلة، لكن لا، ما بعتقد أنا أنه اليوم الموضوع في غزلان، شاردات غزلان، وحولوا 15 واحد من غزلان، والمحمية أصلا غير منضبطة، وحارس المحمية غير منضبط. هذا احنا بنتكلم فيه. احنا اليوم في مواضيع أكبر. أنا بالنسبة لي مش تشاؤم، أنا بالنسبة لي مش لو يظهر عمر رزاز ولا عمر، والله بقول في اللي شفته أنا، لو يظهر فينا محمد عليه الصلاة والسلام إلا يصوم احتجاج بعد إنك